واجب على المشاهد يعلم ويعي ما دور المناط في وزارة الشؤون. وزارة الشؤون متمثل في قطاع التعاون معني في تطبيق أحكام القانون 24 سنة 79 المعدل ب 118 سنة 2013، واللي صدرت على أساسه اللوائح والنظم المنظمة للعمل التعاوني. لا يوجد لوزارة الشؤون سوى صلاحية واحدة، اللي هي صلاحية الواردة في المادة 27 المناطة في أن لوزارة الشؤون صلاحية الرغابة والتفتيش على العمل التعاوني. ومنذ صدور هذا القانون ووزارة الشؤون تمارس الرقابة المالية والإدارية فقط على أعمال الجمعيات التعاونية وأعمال الجهاز التنفيذي. الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار هي وزارة التجارة. الجهة المعنية في تحديد وإصدار التعاميم الخاصة في الأصناف اللي تدخل إلى الجمعيات هي اتحاد الجمعيات التعاونية. يوجد هناك شوية تشابه في الاختصاصات ما بين الإخوان في وزارة التجارة واتحاد الجمعيات. شكلت على أثر من سنة 2014 في حقبة سابقة لجنة الأسعار عند الإخوان في وزارة التجارة، وما زالت موجودة عند الإخوان في وزارة التجارة إلى أن صدر قانون حماية المستهلك وأناط في هذه المهمة بشكل رئيسي ومباشر إلى الإخوان جزاهم الله خير في وزارة التجارة، فهم المعنيين في عملية تحديد السعر وتحريره وتثبيته مثل ما احنا لاحظنا في الإشكالية.